الرئيس السيسي يعرب عن تضامن مصر مع السودان في مواجهة السيول والفيضانات. مصر والبحرين تؤكدان دعمهما للحل السياسي التوافقي للحفاظ على سيادة ليبيا ووحدتها. النائب العام يأمر بإحالة وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية لتعديها على ضابط شرطة أثناء وبسبب تأديته وظيفته. موجز الأخبار من تلفزيون النهار، أهلا بكم. تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص تضامنه مع الأشقاء في السودان جراء السيول والفيضانات التي تشهدها البلاد حاليا. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي خالص التضامن مع أشقائنا السودانيين حكومة وشعبا جراء السيول والفيضانات التي تجتاح السودان الشقيق والتي أدت إلى خسائر مفجعة في الأفراد والممتلكات. وتابع الرئيس السيسي: وأؤكد استعداد مصر الدائم لتقديم كل سبل الدعم لأشقائنا السودانيين في هذه الفترة الدقيقة للتعامل مع آثار الفيضانات، داعيا المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى وأن يلهم أسر الضحايا في السودان الشقيق الصبر والسلوان. استقبل وزير الخارجية سامح شكري نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، وعقد الوزيران جلسة مباحثات رسمية ناقش خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين وأبرز التطورات والتحديات التي تشهدها المنطقة. وأكد الجانبان على تضامن البلدين في مواجهة التدخلات الخارجية التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة، كما أعرب الوزيران عن ترحيب مصر والبحرين بأية مبادرات تستهدف تحقيق السلام الشامل والعادل للقضية الفلسطينية. وشدد الجانبان على دعمهما للحل السياسي التوافقي الذي يحافظ على سيادة ليبيا ووحدتها ويحقق تطلعات الشعب الليبي نحو الأمن والاستقرار ومواجهة الإرهاب والتدخلات الخارجية. استهل دكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية زيارته التفقدية للمشروعات المختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة بتفقد سير العمل بمشروع الحدائق المركزية بالعاصمة. والتقى وزير الإسكان بشركات المقاولات المنفذة للمشروع لمتابعة خطة التنفيذ التفصيلية والوقوف على المستجدات بالمشروع، حيث وجه الوزير استشاري المشروع بإعداد تقرير عن أداء كل شركة ومدى التزامها بالجدول الزمني المحدد للتنفيذ، مؤكدا أنه سيتم استبعاد الشركات المتقاعصة عن التنفيذ. وطالب الوزير بالإسراع بتنفيذ البحيرات والأجسام المائية بالمشروع وتنفيذ بعض الأعمال لتكون علامات مميزة بمشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية وسرعة عرض المشروعات الاستثمارية المقترح تنفيذها ضمن المشروع على المستثمرين. أمر نائب العام المستشار حمادة الصاوي اليوم بإحالة متهمة وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلا عن إتلافها عمدا أموالا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضررا ماليا، حيث كانت تحقيقات النيابة العامة قد انتهت إلى تعدي المتهمة على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة بالقول حال تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعا للإجراءات الاحترازية ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلا يعاقب عليه قانونا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير والت التعدي عليه وأتلافت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكي بحوزته وأحدثت إصابات به فتحفظ عليها وحرر مذكرة بالواقعة أرفق بها تصويرا لها كان قد تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي.
ضبط جهاز حماية المستهلك مصنع غير مرخص لإنتاج الأجبان باستخدام خامات مجهولة المصدر وتفتقر لأدنى مواصفات الجودة والاشتراطات الصحية، مما يضر بصحة وسلامة المستهلكين بمحافظة المنيا. وأضاف الجهاز أنه تم ضبط 4 أطنان من الأجبان المتنوعة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي و3 أطنان من المواد الداخلة في التصنيع وطنين منتجات أجبان تامة الصنع وجاهزة للبيع والتداول و4500 لتر ألبان غير صالحة للاستخدام الأدمي. وتبين قيام المصنع باستخدام علامات تجارية وهمية لأنواع الأجبان المختلفة وجميعها غير مسجل بإدارة العلامات التجارية. تقام مساء اليوم تحت سفح الأهرامات قرعة النسخة 27 لبطولة كأس العالم لكرة اليد، والتي من المنتظر أن تستضيفها مصر في الفترة من 14 وحتى 31 من يناير المقبل بمشاركة 32 دولة للمرة الأولى في تاريخ المسابقة. مشاهدينا انتهى موجز الأخبار، شكرا لحسن المتابعة.